بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي معاكم النهارده يا ولادي. ده يعني تجربه لاكزامينيشن في السيل ممبرين اند ميتوكوندريا، نشوفها هتنجح معاكم واكمل بالطريقه دي. فانا عايز ان انتوا هتقولوا لي السب سكريبت اللي هيظهر عندي باكبر عدد ممكن من الاعجاب او من المشاهده، هعرف انه نجح وابتدي اكمل معاكم. نيجي لأول سؤال عندنا، زي بلازما لما اتفورمت. طبعا البلازما لما مقصود بيها السيل ميمبرين. اقرأ كده بس وانا هسكت كده شوية. الإجابة ايه بقى؟ هديك دقيقة، ناقص 4 ثواني. تمام، باقي الإجابة all of the above. يبقى السيل ميمبرين بتكامل فوسفوليبيد وكوليسترول بروتين وأوليجوساكرايد all of the above. أوليجوساكرايد طبعا مقصود بيها الكربوهيدرات اللي هي بتمسك في الشوجر أو في البروتين. السؤال الثاني، the following are the function of the plasma membrane except. كل اللي قدامي ده function للبلازما ميمبرين ما عدا. هديكوا برضو دقيقة. تمام، دقيقة قربت تنتهي. يبقى هنا الإجابة بتاعتي هي كله صح ما عدا الأوكسيديتيف فوسفوريليشن أوف ذا سيل. ليه؟ لأن دي خاصة بالميتوكوندري. The thickness of the cell membrane is. برضه التايم بتاعنا اللي هو الدقيقة. تمام، هو 7.5 ل 10 نانو متر. 7.5 ل 10 نانو متر. السؤال اللي جاي، سيل ميمبرين appears as a tri laminar structure because. يبقى ثلاثي الطبقات because. اقرا، هديك دقيقة. تمام، هو نتيجة إن الهيفي ميتالز are deposit على الهيدروفيليك هيدز اوف ذا فوسفوليبيد. إن في حاجة بيحصل لها ترسيب على الهيدروفيليك. عرفنا إن في الفوسفوليبيد في هيدروفيليك وهيدروفوبيك، والهيدروفيليك بيمسك الأوزمين تتروكسايد. الميتوكوندريون كريستيا يعني الـ are greater in the cells with. اقرأ. تمام، with high energy required. كل ما زاد الطاقة كل ما النمبر بتاع الكريستيا بتزيد عندنا. طيب برضو للميتوكوندريا نقرأ. تمام،
ان هنا في الاسترويد سكريتنج سيلز تيوبرا كريستيا، احنا عارفين طبعا في تايب تو تايبز من الكريستيا في الميتوكوندريا، شيلد لايك اللي هي تشبه الرف، ودي بالله في البروتين سكريتنج سيلز، وفي تيوبولار كريستيا دي في الاسترويد سكريتنج سيلز، الخلايا اللي بتفرز هرمونات ريتش ان ليبيد. معلش دي مش هتبقى ظاهره في الشاشه، بس ده دي A B C D E. معلش دي تجربه بس احنا هنحسنها ان شاء الله في الشغل اللي جاي بعد كده. نقرا كده، تمام؟ يبقى الإجابة بتاعتنا all of the above. كده دي كتجربة، وليه الاقتراح اللي أنا بقترحه امتحان يبقى على الفيديوهات بتاعتنا، وربنا يقدرني إن أنا أقدر أعملها. بس كل ما كان اللايكات أكتر، السبسكريب أكتر، كل ما ده هيشجعني إن أنا أشتغل. لكن ألاقي مثلا 100 200، طبعا ما تزعلوش مني، مش هيبقى الإجابة أو الاستجابة كويسة، لكن كل ما زدنا وزاد اللايكات يبقى ده بيشجعني ان انا اعمل الجوب ديت. واقول لكم جود تايم جود لك، تحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.